هي الأخت وفاء يعني عندها إعاقة، فالدولة بتسمح ليها إنها تشتري سيارة بسعر مخفض، فأحد الأشخاص عرض عليها إن هو يشتري السيارة باسمها ويديها مبلغ من المال مقابل الموافقة عليها، يعني تفضل السيارة باسمها لمدة 3 سنوات وهي بتاخد مبلغ مقابل هذا الموضوع، وبتسأل هل هذا حرام أم لا حلال؟ تمام. هو طبعا هناك رأيان في هذه المسألة، رأي يرى إن لا يحل لها ذلك، لأن هذه خدمة مقدمة من الدولة لها شخصيا لظروف الحالة التي عندها، وإن الخدمة خاصة بها، وإذا أرادت أن تنتفع هي فلها بها فقط، أما من تفعل بهذا الشكل بهذا التحايل أو الشكل الصوري لا يجوز. ورأي آخر يرى إن لا، هذا حق انتفاع لها مرهون بحالتها، وهنا هي التي ستنتفع، ولكن انتفاع مادي وليس بالخدمة، وإن يجوز لها ذلك، ولكن بتضيع عليها فرصة إن هي خلاص أخذت ما هو مرصود لها لهذه المرة. إذا هي حبت إن هي تخرج من هذا الخلاف تخرج وتبتعد عنه، فمن اتقى الشبهات فقد اصطبر لعرضه ودينه كما قال صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام.